السلام عليكم ورحمة الله وكفى، والسلام على النبي المصطفى، لا سيما المجتمع والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، الباب الخامس، باب فضل ترك المراء وإن كان المماري محقا. ماشي. نعم، قال الإمام الراوي رحمه الله الباب الخامس، باب فضل ترك المراء وإن كان المماري محقا. قال ساق السند إلى سلمة بن وردان الليثي، وساق الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له في رباط الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في ورطتها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وقال ساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ساق السند إلى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة، لمن ترك المرء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان لعيبا، ولمن حسنت مخالطته الناس. وساق السند، ساق أسانيد إلى أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المرء وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مزحا، وحسن خلقه. وساق السند إلى أبي هريرة عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لمن ترك المرء وإن كان محقا وحسن خلقه، ببيت في أعلى الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في رباط الجنة. حديث بأسرها، الأسانيد أسانيد ضعيفة، الأسانيد أصل الأسانيد أسانيد ضعيفة، ولكن الأحاديث جاءت من أكثر من وجه، وجاءت من أكثر من طريق، لذلك فالأحاديث صحيحة، وكل الأحاديث التي جاءت هذه تتعاضد كما قلنا، فبلغ الإسناد إلى التعامل، بلغ الإسناد إلى أو بلغ الحديث إلى درجة الحسن، وفيها ترك المراء وترك الجدال. وقلنا الجدال جدالان: جدال بالحق وجدال بالباطل، والجدال بالباطل هو المذموم، والجدال بالباطل هو الذي جاء الشرع بذمه، وجاء الشرع بنبذه، وجاء الشرع بذم أهله، والجدال بالحق هو الذي يصل بالإنسان الحق لإقامة الحق وأيضا للوصول إلى الحق. قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في رباط الجنة، ورباط الجنة يعني أو ربط الجنة، ربط الجنة الربط الذي هو حول الجنة، ربط الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، وسط الجنة. وهذه معناها أن ترك المراء ولو كان محقا هذا أفضل ما يكون من الإنسان. قال: بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وهذا كأنه قال هناك تلازم بين، هناك تلازم بين ما حسن الخلق وبين ترك المراء، هناك تلازم بين حسن الخلق وترك المراء. فمن ترك المراء صادقا، ومن ترك المراء طالبا بذلك الأجر من الله جل في علاه، فقد حسن خلقه. ومن ترك المراء وإن كان محقا فقد عفى. ومن ترك المراء فإنه ترك وسيلة فساد ذات البين، لذلك كان من أحسن الناس خلقا، وكان من أقرب الله، من أقرب الناس طاعة، وكان من أرفع الناس منزلة. وفي الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلاها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذه معناها قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلاها. إما نقول ترك المراء على 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 مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى يكون صاحبه في ربض الجنة، يعني حول الجنة. والمرتبة الثانية في وسط الجنة، ومرتبة الثالثة يكون في أعلى الجنة. وكل ذلك لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقلنا: من ترك المراء وكان محقا فقد عفى، فقد حسن خلقه أيضا، فقد قطع كل وسيلة لفساد ذات البين. قال: وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان لعبا، ولمن حسنت مخالطته الناس. ومن ترك الكذب وإن كان لعبا، يعني لا يترك الكذب، أو لا الذي يكذب ليضحك الناس، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل ثم ويل ثم ويل. والكذب من صفات المنافقين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب،
إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. قال: وإن كان لعبا ولمن حسنت مخالطته الناس. حسن مخالطته الناس معناه أنه حسن خلقه، والإحسان الإحسان إحسان الخلق، إحسان الخلق يعرف ببذل الندى وكف الأذى وغض الطرف عن مخالطة عن مغالطة الآخرين. لذلك قال في الحديث الذي بعده: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن أو حسن خلقه. والحديث برمته صحيح. ففي قولي هنا أنا زعيم ببيت، يعني أنا أزعم أن له ذلك. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا. والذي يترك المرأة كما قلنا فإنه يقطع مادة فساد ذات البين، وإن كان محقا وإن كان الحق معه، لكن تركه لله جل في علاه فإنه يعلو بذلك عند ربه جل في علاه. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، يعني وإن كان مزحا وإن كان فيه مزح فإنه يترك ذلك، يعني لا يضحك الناس بالكذب، وإن كان الكلام يعني فيه تأثير على الناس وكان كذبا فهذا أسوأ وأسوأ، ولأن الكذب من صفات المنافقين والصدق من صفات المؤمنين. قال: أو بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنت ترى شوف تنويع الروايات، رواية يقول حسن خلقه، ورواية أخرى يقول حسنت مخالطته للناس. فحسن الخلق يتبين من ذلك، يتبين حسن الخلق عند مخالطة الناس، يتبين حسن الخلق عند مخالطة الناس، فيكون العطاء لمن منع، ويكون العفو والصفح لمن أساء، ويكون أيضا فيه المغفرة لمن تعدى. وقال: أنا زعيم ببيتي في ربط الجنة، وبيتي في وسط الجنة، وبيتي في أعلى الجنة، من ترك المرأة وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مزحا، وحسن خلقه. كأنه لف ونشر، لف ونشر. فهنا ربط الجنة يكون لمن ترك المرأة، ووسط الجنة يكون لمن ترك الكذب، وأعلى الجنة لمن حسن خلقه. قوله: أنا زعيم لمن ترك المرأة وإن كان محقا وحسن خلقه، ببيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في ربط الجنة. قلنا ترك المرأة من حسن الخلق، باب عطف خاص على ترك المرأة من حسن الخلق، وأيضا ترك الكذب من حسن الخلق، فإن من سوء الخلق الكذب لأنها من صفات المنافقين، ومن سوء الخلق أيضا الجدال على الحق وعلى الباطل، وأيضا في هذا الباب والجدال أيضا في ذلك لدحض الحق، هذا أسوأه. يعني الجدال وإن لم يكن النية دحض الحق أو إظهار الباطل، إن لم يكن كذلك فإن من فساد ذلك أو أفسده أنه يريد بالجدال طمس الحق. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.